التواصل مستمر والتحية متجددة مع هذه الانطلاقات القوية التي تأتي بافتتاحية الثلاثة كيلومترات في هذا الموسم. تهانينا والناموس لمالك متعبة عبد الله بن مبارك من شوط الخيلي حيث سجلت توقيت زمني مقداره 4:28. هو التوقيت الزمني المصاحب لمتعبة صاحبة الشوط الرئيسية التي أبدعت وأمتعت الجميع بانطلاقها المثير. انطلق شوط جديد، انطلقت إثارة جديدة خاصة بالقعدان الحقائق. أول أشواط القعدان، الشوط الرئيسي الذي يحمل مجموعة كبيرة من الأعداد المشاركة المنطلقة والمتأملة أيضا أن يكون الناموس من نصيبها. مقدمة الشوط والمركز الأول منصف ياتي على المركز الأول عبد الله بطوير بالمر العامري يبدأ بانطلاقة هذا الشوط مع بداية المسار، بينما ننتقل إلى المركز الثاني موج سالم بن سليم بن سالم اليحافي يتقدم بانطلاقة قوية مع وجود موج. المركز الثالث من الجانب الآخر شرط حمد بن سالم بن هضعة الشريفي. المركز الرابع هو مبهر راشد بن سالم بن راشد الساعدي. والمركز الخامس يتقدم أيضا هناك شعار عوض بن نصيب بن عتيق السبوسي مربان يتقدم في المركز الخامس في شوط القعدان خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع القوي. ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى من قير، العودة إلى من احتل المركز الأول هو المتواجد عفوا بالرقم 28 يتواجد على المقدمة نواف مانع بن علي بن حماد الشامسي يأتي على صدارة هذا الشوط. ذعنا باسم عوض بن نصيب لأن كان الاعتقاد بأن رقم 26 ولكن عن قرب اتضح بأن رقم 28 وشعار بن حماد يتقدم إلى الصدارة. المركز الثاني موج يأتي بآمال مع اليحافي بأن يكون علو عسى مثل موج منطلقا في الصدارة. غير وعاد من جديد سالم بن سريب بن سالم اليحافي يأتي مع هذا الانطلاق. المركز الثالث منصف عبد الله بطوير بالمر العامري، بينما المركز الرابع فيتقدم كذلك مبهر راشد بن سالم بن راشد الساعدي من الجانب الآخر. هذا هو شعار مشاهدين الأعزاء أيضا من شوط مع وجود مشاكل. عبد الله بن مبارك من شوط الخيلي راعي متعب ياتي بمشاكل في انطلاقة هذا الشوط في تحدي هذا المسار. بداية الدخول في أجواء الكيلومتر الأخير، بداية الدخول في أجواء الكيلومتر الأخير بانطلاقة رائعة بسرعة فائقة. تبدأ أيضا مشاهدين الأعزاء مع وجود هذه النوعيات موج 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 على المركز الأول. سالم بن سليم بن سالم اليحافي يأتي مع المقدمة، يأتي مع الصدارة كانطلاقة موج على مقدمة الشوط. المركز الثاني نواف مانع بن علي بن حماد الشامسي يتقدم في المركز الثاني، كذلك بطوير مع منصف عبد الله بطوير بالمر العامري. مشاكل بالشوط في المركز الرابع ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى من يقود المسار هو موج يتقدم ليحتل الصدارة بلا أي توامر حتى الآن، بلا أي توامر حتى الآن من خلال انطلاقة موج المبدع في افتتاحية الثلاثة كيلومترات في الشوط الرئيسي. يا ليت نتعرف عن سلالته، هذه النوعية يهتمون بها أيضا ملاك الانتاج بوجود نوعية ينطلق في الشوط الرئيسي أمشاك القادم عبد الله بن مبارك من شوط الخيلي. ولكن موج، موج على الصدارة، موج على المركز الأول، موج يبدع. سالم بن سريم بن سالم اليحافي يأتي من أبناء السلطنة بالتحديد من الأبيض، بالتحديد من الأبيض لينطلق بموج في أول أشواط القعدان. هذا موج المبدع، هذا موج شبيه لموج. سالم بن سريم بن سالم اليحافي، ثانيا لعبد الله بن مبارك بالشوط، ثالثا أيضا عبد الله بالطوير بالمر العامري، رابعا لمانع هناك أيضا نواف مانع بن علي بن حماد الشامسي، والمركز الخامس
كان ايضا بالانطلاق لاحمد بن حزمي بن ناصر عامري، التوقيت 4:28 نفس توقيت البكار، كان موق سالم بن سليم بن سالم اليحافي. وسلام للسلطنه.